رياض ديار بكرلي، الأستاذ المخرج والمبدع، عمره المهني 59 عاماً. عام 1960 التحق بالعمل بالتلفزيون، وكان أحد المشاركين في افتتاحه بتاريخ 23 من الشهر السابع عام 1960. خبر كل التفاصيل المتعلقة بمهنة الإخراج بحسب الموجود في حينه. تدرج بالعمل خطوة خطوة، من مدير استوديو لمساعد مخرج لمخرج برامج. وبما أن الأعمال على الهواء مباشرة، حيث كانت المسؤولية كبيرة جدا، وكل عنصر آنذاك كان مسؤولا عن مهمته دون تجاوزها أو استسهالها. في شهر أيار عام 1962 أفد بمهمة دراسية واطلاعية إلى جمهورية ألمانيا الغربية حينها ولتلفزيون كولونيا WDR للتدريب على الإنتاج والإخراج التلفزيوني في كولون دراما في ميونخ، برامج منوعات في دوسلدورف، مسرح تلفزيوني غنائي مسرح الإبولون. عاد من ألمانيا وانخرط بالمهنة بروح من التعاون التام مع كل عناصر العمل، مع التزام واحترام لكل الأفراد من كبيرهم لصغيرهم. منذ أن دخل بناء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اعتبره بيته الأساسي. من يطلع على أرشيفه الخاص بسنوات البدايات يعرف كم عمل فني قام به المخرج رياض ديار بكرلي، وكم نقل خارجي، وكم مهمة كلف بها، مراقبة الفترة، مراقبة الأفلام العربي والأجنبي، إعداد برامج، تصوير وإخراج أغنيات منفردة، حفلات داخل الاستوديو. في عام 1963 عاد لألمانيا ليعمل كمخرج ومنتج ومتدرب في محطة تلفزيون فرانكفورت بألمانيا الغربية حينذاك، ولمدة 13 شهراً. عام 1965 شارك بافتتاح وتأسيس التلفزيون في المملكة العربية السعودية في كل من جدة والرياض، وبقي فيها لمدة عام كامل، 10 سنوات، من عام 1966 لغاية 1976. لم يتوقف عن العمل في شتى مجالات المهنة، برامج متعددة لا تعد ولا تحصى، ألحان الأحد، مجلة التلفزيون، يا مرحبا، 30 دقيقة حول العالم، آخر الأسبوع، أسبوعيات محمود جبر، أنت وحظك، مع الألحان، من سيربح، مع تسجيل وتصوير أغاني لا حصر لها ضمن الاستوديو. من يلقي نظرة على أرشيف المخرج رياض ديار بكرلي يندهش من كم الحفلات والمناسبات التي كان فيها مخرجاً للنقل الخارجي وعلى الهواء، وما زالت تلك الحفلات تعرض على الشاشة لغاية اليوم دون معرفة من أخرجها. كتب الدكتور سعد الله آغا القلعة في رحيل المخرج رياض ديار بكرلي بتاريخ 12 من كانون الأول عام 2019 على وسائل التواصل الاجتماعي: قبل 50 عام عام 1969 وخلال مسيرتي التلفزيونية أخرج أعمالي عدد من المخرجين، لكن الصورة الأولى التي سجلت أول ظهور لي على شاشة التلفزيون وحفظتها الذاكرة
تبقى صورة ذلك الشاب الذي أتى إلي وأنا ضائع في الاستوديو الكبير يسأل عما سأقدمه للناس. شاب خلوق لطيف هادئ، نظرته فيها ذكاء وحماس، وذهنه متفتح لمعرفة التفاصيل. كان هذا الشاب المخرج رياض دياربكرلي. الآن مع رحيله أستعيد في ذاكرتي شعور الرهبة الذي رافقني قبل التصوير، وشعور الثقة الذي استعدته بسبب الطاقة الإيجابية التي ولدها حضوره واهتمامه. منذ بداية التلفزيون كانت الأعمال الترفيهية مثل الأغاني والبرامج الغنائية الممزوج معها مشاهد تمثيلية هي التي لها المجال الأكثر بالعرض. كانت الحفلات الغنائية متواجدة شهرياً وبعضها أسبوعياً، مثل برامج المسابقات الذي يستضيف مطربين ضمن الحلقات، وأكثر هذه البرامج كانت من إخراج رياض دياربكرلي. كما عمل منذ ولادة الدراما في هذا الحقل، فاهتم بالأعمال التي عرفت قيمة النص الشعبي، فأخرج سهرة الأستاذ تيرلم للقصاص الشعبي حكمة محسن، وسهرة أبو أحمد للكاتب وليد مارديني، الدقائق الخطيرة لفارس زرزور، خماسية الدوارة من 23 من الشهر العاشر وحتى 23 من الشهر الحادي عشر عام 1971 التي ولدها حضوره واهتمامه. حكاية شهرزاد التي قدمت بأسلوب شعبي قريبة من الناس، فشهريار كان أبو صياح الفنان رفيق سباعي، أما شهرزاد فكانت مثل الحكايات المعروفة. ولم يتخلى عن برامج المنوعات في حينها مثل برنامج سلامات أو سهرة الأسبوع ونقل الحفلات والاحتفالات على الهواء مباشرة، فقد كان أهلاً للثقة مهنياً وله باع عريض بحسن التعامل مع فريق العمل من كل الفئات المتواجدة، كما كان حريصاً على حقوقهم قبل حقه، ولم يكن في تلك الآونة مقابل مادي لتلك الأعمال، بل تحسب من ضمن الراتب الشهري كموظف هو وغيره من المهنيين. في سنة 1971 كلف برئاسة دائرة المنوعات وفي أرشيفه لسنة 1971 13 عملاً إخراجياً و15 عملاً إخراجياً سنة 1972، منهم 30 حلقة من عمل كلمات وشخصيات لشهر رمضان وهو عمل ديني. وخلال سنة 1973 نقل وسجل 15 حفلاً، ولا يسعنا هنا أن نحضر ما في أرشيف هذا المبدع الأستاذ رياض دياربكرلي، فقد كان شجاعاً في مهنته، مقداماً في تنوع اختياراته الفنية، ثابتاً في علاقاته المهنية والاجتماعية، مخلصاً لعمله كما لأصحابه وبالذات فريق أو لكل فرقاء المهنة بكل اختصاصاتهم. في فترة السبعينيات من القرن الماضي أخذت الأعمال المنوعة بالتراجع، في حين صارت الأعمال الدرامية السورية تصعد وتتواجد وتأخذ الحيز الأكبر باهتمام الجمهور وباهتمام المخرجين والكتاب والمبدعين. فلم يقف المبدع رياض دياربكرلي عن تحقيق أهدافه من المهنة التي تمرس فيها. طب ما بعرف يعني شو بتأمر الله؟ بأمر الحب بدأروا معي. يلا جماعة بيستنوك، شرفنا أمرنا الله.
منذ إحداث نقابة للفنانين كان من الأعضاء الفعالين فيها، وفاز بعضوية مجلس إدارة نقابة الفنانين لعدة دورات متتالية، وتقلد خلالها مناصب إدارية عدة فيها: أمينا للسر، أمينا للصندوق، نائبا للنقيب، وذلك منذ عام 1971 وحتى 1991، وكان يكلف في حينها برئاسة دائرة المخرجين سنة 1978 في التلفزيون العربي السوري. وفي سنة 1985 كلف بإدارة مديرية الإنتاج التلفزيوني في التلفزيون العربي السوري. عام 1987 قام بالإشراف الفني العام على التغطية التلفزيونية وأنشطة الدورة العاشرة لألعاب دول البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في مدينة اللاذقية، وكان حفل الافتتاح لهذه الدورة من إخراج رياض ديار بكرلي الذي نقل الحفلة إلى كافة دول العالم. لتخليص هذه الأعمال الهامة سنستعين بما كتبته الصحفية سوسن الصيداوي في الوطن في الأول من الشهر الثاني عشر عام 2019. رياض ديار بكرلي المخرج التلفزيوني الذي دأب على الطموح منذ شبابه متدرجاً في عالم الثقافة والإعلام ثم الفن، عاشقاً للدراما الاجتماعية التي مكنته من أن يكون أول من يحرض ويسلط الضوء على الدراما العائلية العربية في مسلسل الإخوة. هذا المخرج تفتح عطاؤه الفني، وكان رغم كل شيء كان الورود في تربة مالحة، كما أثبت رغم محدودية المستطاع في الإمكانات والخطوات الصعبة بأن تلك الأيام هي بصمة حقيقية وليس من السهل محوها، لأن الفن بالنسبة إليه كان إبداعاً وليس وظيفة. وبالطبع شخصيات ذلك الزمن لم تكن شخصيات على الورق، ولن يتجرأ أحد على التفكير في نسيانها من منطق مهني مبني على معايير وأسس ومفاهيم غير قابلة للتداول. منذ عام 1997 وحتى عام 1998 شارك بإلقاء عدد من المحاضرات الفنية والتلفزيونية والمهنية لطلبة مركز التدريب الإذاعي والتلفزيوني التابع لاتحاد إذاعات الدول العربية. كان عضواً دائماً في أكثر لجان تحكيم مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون لدورات عام 1998 1999 2003. كلف برئاسة لجنة التحكيم في مهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس دورة عام 2001. منح ونال خلال سنوات العمل الطويلة عددا من شهادات وبراءات التقدير. تقاعد من الوظيفة ولم يتقاعد من المهنة، ولم يبتعد عن بناء الهيئة الذي يعتبره بيته الأساسي. مهني مجد، خبير بما يخص الاحتراف في مجال التلفزيون إدارياً وفنياً، لم يبخل على أحد بما يطلب منه. له لغة في تصدير الكتب في غاية الدقة والمعرفة، تقاريره المخطوطة بيده حول النصوص التي يؤخذ رأيه فيها لتنتج سواء للقطاع العام أو الخاص فيها كل الإنصاف مع الاحترام الواضح لجهود الآخرين. كان رجلاً مهذباً، دمثاً، أنيقاً، محباً، متواضعاً، وسيماً من الداخل قبل الخارج، سخياً ومرجعاً لكل من حوله في المهنة، إيجابي دائماً وله هيبة. غيابه خسارة لا تعوض،
فبرحيله خسرنا قيمة فنية وثقافية كبيرة. الأستاذ محمد رياض ديار بكرلي.